متضايق يا صلاح؟ خالص، حتى هو ده انا حتى ودعت الراجل بالانجليزي. طيب ليه ما رحبتش بابن بلدك بالعربي؟ ايه لسه شايل منه لما قال انه ما دام عاوز يتعالج بره يبقى يروح وما يجيش؟ اوعى وكيلك يكون كاتب اسمه هو كمان. تقدر تروح تساله يا حبيبي، انتوا ليه عاوزين توقعوا بيني وبينه؟ خالص، انا بس عاوز اعرفك اللي بيقوله الناس. شوف دي كده. ايه دي؟ لما عماد متعب احرز الهدف ده مصر كلها فرحت ما عدا حسام حسن. ليه يعني، هو مش مصري ولا ايه؟ لا، عشان مش هو اللي دخلها. تقصد ايه؟ قصدي انت فاهمه كويس، ما توضح. انت عارف ان العميد هو هداف مصر التاريخي وانت اللي بعده على طول، فيا ترى هيسمح لك تكسر رقمه؟ معرفش، بس اللي متاكد منه ان مجرد وجوده رفع الضغط من عليا وخلاص، لقيت الظهر اللي يسندني. والله نفسي تكون قايل الكلام ده فعلا من قلبك، ولو فعلا كده يا ريت تهنيه باستلام منصب المدرب، ويا ريت يكون بالعربي ده لو ما كانش فيها اساءة ادب يعني.